صباح الخير، الله يعطيكم العافية. صباح النور دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيكم، شو الأخبار؟ الحمد لله تمام. مبسوطين اليوم أكيد. هي آخر محاضرة هي ولا كيف؟ إذا آخر محاضرة زعلانين والله. إن شاء الله، إن شاء الله. طيب، في أي سؤال على تشابتر 6؟ تشابتر 6 زي ما نتذكر حكينا عن موضوعين رئيسيات، ريجسترز وكاونترز، اللي هي فعليا نوع من التطبيقات على السيكونشال سيركتس. اذا ما في اسئله خلينا نروح على ناخذ لمحه من تشابتر 7، بعض المفاهيم الرئيسيه المهمه. تشابتر 7 برضه بيحكي باشياء بتطبيقات بانواع من السيركتس، سواء كانت سيكونشال او كانت كومبينيشنال، مستخدمه ومتداول استخدامها بكثره في الديجيتال سيستم، تحديدا اللي هو موضوع الميموري والبروجرامبل لوجيك. يعني مفهوم الميموري بالكمبيوتر سيستمز بالتاكيد ما معروف عند الجميع على الاغلب. يعني احنا بنعرف اي كمبيوتر في الدنيا حتى يشتغل جزء ومكون رئيسي منه هو الميموري، والميموري فعليا وظيفتها هي التخزين. وفي انواع كثيره منها، يعني في عندنا الرام، في عندنا الروم، وظيفتهم التخزين. فبهذا التشابتر بدنا ناخذ لمحه عن انواع الميموري المختلفه، فكره بسيطه عن شكلها الداخلي بشكل عام، بعدين ننتقل لموضوع صغير كثير، لمحه سريعه عن موضوع البروجرامبل لوجيك ديفايسز. بروجرامبل لوجيك ديفايسز، نشوف شو يعني مقصود بالبروجرامبل لوجيك ديفايسز، وفكره عامه كيف ممكن انه نستخدمها. فليتس ستارت مع الميموري، وتحديدا اول نوع من انواع الميموري بدنا نطلع عليه اللي هو الراندوم اكسس ميموري، او اختصارا للرام. طبعا مصطلح الرام معروف، لما تحكي لاي واحد بيعرف بالكمبيوترز رام بيحكي لك هاي الميموري. وفعليا يس، الراندوم اكسس ميموري اللي هي الرام هي الميموري اللي موجوده، المين ميموري خلينا نحكي، اللي موجوده داخل الكمبيوتر سيستم تبعك، وظيفتها تمبرري ستورج. وظيفتها temporary storage للactive applications، للactive programs، الactive data اللي موجودة داخل الكمبيوتر سيستم. ففعليا الراندوم اكسس ميموري هي عبارة عن logic circuit أو logic device راح استخدمه للداتا storage. أهم ما يميز الراندوم اكسس ميموري أو الرام إنها volatile. وإيش نعني بكلمة volatile؟ انه بس تطفي الجهاز كل شيء مسجل فيها. يس اكزاكتلي، فولاتايل معناها متطاير او يختفي او يتلاشى. يعني الداتا الموجوده داخل الرام مجرد ما انا فصلت الباور عن الجهاز تبعي، كل الاكتف داتا، كل الاكتف ابلكيشنز ويل بي ايريست، راح اخسرها. فهذه قد تكون ميزه وقد تكون سيئه، بس هي خاصيه مميزه او خاصيه مهمه للرام انها اتز فولاتايل. طيب لو جينا سألنا شو وظيفة هذه الميموري؟ زي ما حكينا وظيفتها تخزين الأشياء، تخزين الداتا، تخزين البرامج، وتحديدا الأكتف داتا أو الأكتف بروجرامز. ما بتخزن كل شيء الميموري، عادة بيكون في عندنا هارد ديسك بيكون عليه كل البرامج تبعتك، كل الداتا تبعتك. البرنامج اللي أنت بتشغله، الداتا اللي أنت بتحتاجها هي اللي بيصير لها لودينج وبتنزل على المين ميموري. والسبب الرئيسي إنه حتى نقلل من فرق السرعه بين البروسيسور وبين الهارد ديسك. الهارد ديسك يوجوالي او فعليا هو بطيء كثير مقارنه بسرعه البروسيسور، فبدنا يعني حلقه وصل بيناتهم يخفف من الفرق في السرعه هاي اللي بسموها بعالم الكمبيوتر الميموري جاب، انه في فرق بسرعه البروسيسور مقارنه بسرعه المكان المخزن فيه الابلكيشنز والداتا اللي هو الهارد ديسك. فبنحط المين ميموري اللي هي الرام، اللي هي سرعتها اعلى من الهارد ديسك لكن حجمها مش بحجم الهارد ديسك. ف that's why we cannot fit all of our applications and data in the main memory. فاذا هي وظيفتها temporary storage، هي volatile. طيب شو شكلها من جوا؟ يعني هذا البلوك اللي احنا بنطلع عليه كيف شكله من جوا؟ عباره عن ايش؟ فعليا هذا البلوك من جوا لو بدي افتحه، انا عاده بتخيله زي كانه مكتبه كتب فيها رفوف، وهي الرفوف بقدر احط على كل واحد، في كل واحد فيها عدد معين من الكتب، عدد معين من الكتب. فهذه المكتبه او هذه الميموري كل واحد من هذول الرفوف اسمه لوكيشن او ميموري لوكيشن.
وبيقدر يخزن عدد معين من البيتس اللي هي في المثال تبعنا اللي هي الكتب. وطبعا عدد البيتس اللي تخزن في كل مكان عادة متساوي، اللي هو هذا بنسميه الميموري ويدث، قديش عرض الميموري، يعني كم سعة اللوكيشن الواحد. وسمعنا هذا المصطلح قبل هيك ويدث، لما حكينا مثلا عن المالتيبلكسر ويدث اكسبانشن اللي هو حجم الداتا. فحجم اللوكيشن الواحد عادة بيكون مجموعة من البيتس، والميموري مكونة من مجموعة من الأماكن، مجموعة من اللوكيشنز، وهي اللوكيشنز إلها أدرسز. فأنا بيكون عندي الأدرس رقم 0، أدرس رقم 1، 2، 3، 4 لغاية whatever M addresses مثلا، والwidth مثلا بيكون N bits، إيش ما بدك تسميهم سمي. فهذا هو الشكل العام للميموري من جوا. طبعا مش بشكل low level، it is a very high level representation للميموري، إنها مجموعة من اللوكيشنز، كل لوكيشن عنده قدرة يخزن عدد معين من البيتس، بنسميه الميموري ويدث. الآن شو ممكن أنا أسوي عمليات على هاي الميموري؟ فعلياً أنا ممكن أروح على أي لوكيشن، مثلاً هذا اللوكيشن، وأخزن فيه N bits، مظبوط؟ أو ممكن أروح على هذا اللوكيشن وأقرأ منه N bits، وأقرأ منه N bits، اللي هي بنسميها عملية write أو عملية read. فلما أقرأ من الميموري أنا عم بسوي read operation، أو في بعض الناس بيحكوا لها load operation، إنه أنا بقرأ من الميموري. لما أكتب على الميموري أو أخزن على location معين في الميموري، هذه العملية بنسميها write، أو بعض الناس بسموها store operation، خزن على الميموري. فإذا هذا هو الفكرة العامة عن الميموري. الآن لو بدي أطلع على هدول الoperations اللي عم بسويهم، لو جينا نطلع مثلا على read operation، read operation معناها اني اروح على لوكيشن معين واقرا منه فاليو، واقرا الفاليو المخزنه في هذا اللوكيشن. What do I need كانترفيس مع هذا البلوك حتى اسوي هاي العمليه؟ يعني شو بحتاج اسوي حتى اقرا من مكان معين؟ كيف لازم احكي مع الميموري؟ شو لازم اسوي مع الميموري؟ في حدا عنده فكره؟ يعني شو انا بدي احكي للميموري؟ انا بدي اقرا من لوكيشن معين، شو الاجراءات؟ بعطيها الادرس له. بالضبط، لازم اول حركه اجي احكي لها go to this address، روحي على هذا اللوكيشن اللي انا بدي اياه، واقرا منها مجموعه من البيتس. الخطوه اللي بعدها، فاذا لازم احكي يكون في عندي input، يكون في عندي input، هذا هو input بيمثل الادرس. يعني لازم اعطي الميموري الادرس اللي انا بدي احكي معاه، تمام. طيب شو لازم اسوي كمان؟ أنا أحكيها read أو write. بالضبط، يعني الميموري أنا ممكن أسوي إما read وإما write، فلازم أحكي لها إنه أنا بدي أسوي read operation. فلازم يكون في input عن طريقه أحكي للميموري إنه I want to read the content of this location specified by the address input. By the address input. طيب الميموري الآن شو لازم تتجاوب معي؟ الميموري لازم تتجاوب انها تعطيني، تروح على اللوكيشن هاب وتعطيني الداتا، تسوي اوتبوت للداتا. فلو جينا حكينا هذا هو الاوتبوت للداتا، راح يكون كم بت؟ ان بتس، ان بتس. فهذا الداتا اوت، ذس از داتا اوت. فهيك انا بكون سويت ريد اوبريشن. طب لو بدي اسوي رايت اوبريشن، نفس المبدا، لازم احدد اللوكيشن، اخبر الميموري اني بدي اسوي رايت، بعدين أعطيها الداتا حتى تخزنها. ثلاث خطوات رئيسية، فلازم أعطي الأدرس، لازم أحكي للميموري إنه أنا بدي أسوي رايت، لازم يكون في input يفهم الميموري أنا عم بسوي رايت operation، بعدين لازم أعطي الداتا واللي حجمها كم، لازم يكون in bits حتى أخزنها على location specified by the address. فهذا هو الانترفيس اللي عادة بيكون موجود مع الميموري بلوكس، بيكون فيه داتا ان، داتا اوت، اللي هو هذا داتا ان، داتا ان، داتا اوت، ادرس انبوت، ريد ورايت، اللي هم الكنترول سيجنالز هذول او الكنترول انبوتس اللي بيحددوا طبيعة الاوبريشن اللي انا قاعد بسويها مع الميموري. طيب الان اذا كان حجم او الويدث تبع الميموري ان بتس، كم حجم عدد البيتس اللي ممكن يطلعوا من الميموري او يدخلوا على الميموري؟ اكيد n، لانه يعني انا يا بقرا n بيتس يا بخزن
inputs. طيب الادرس input هاد how many bits؟ أنا شو بسأل؟ أربعة. ليش أربعة؟ أساس 16 فأنت بتحتاج أربعة bits to represent. لا لا انسى لي الرقم اللي هون. أنا عم بحكي بشكل عام. طب log base 2 للأم. log base 2 للأم. ليش يا أنطوان؟ لأنه أنت بدك تفرق بين إنه كل part من الميموري مش yes. البتس اللي جنب بعض. حتى أكون دقيق this is M minus 1. فأنا عندي كم memory location؟ M. مضبوط؟ فلو حكينا بدي أرقم هدول الميموري locations how many bits do I need؟ log M base 2 طبعاً ceiling. مضبوط؟ زي كأنا بدي أسميهم أو بدي أرقمهم. فالأدرس input عدد البتس تبعته عادة log M. عدد البتس log M. الآن هذه الميموري اللي أنا حكيت إنها هي M locations بالwidth N عادة بنكتبها زي هيك N اللي هو الwidth times M M times N M times N where M is the number of locations والN هي عبارة عن الwidth تبع الميموري فاللي مكتوبة هون هي 16 ضرب 8 فمثلاً 16 ضرب 8 شو معناها؟ في عندي 16 location يعني عدد الادرس lines أو الادرس inputs هو 4 والwidth تبع الميموري 8 يعني data in والdata out الحجم تبعهم 8 فهذه هي الفكرة العامة تبعت structure تبع الميموري الinputs والoutputs تبعها في الرام تمام؟ أي سؤال؟ قبل ما أمسح. أوكي. إذن الميموري كرام هي داتا ستورج رام مكونة من مجموعة من الأدرسز. You can perform read and write operations على الرام. والwidth تبع الميموري اللي هو هذه القيمة ممكن تكون أي قيمة. لكن القيم المتداولة إما إنها بايت أو إنها وورد. بايت يعني كم بت؟ 8 بتس. وورد يعني 16 bits فالwidth المتداول البايت والأكثر هو البايت والأكثر هو البايت يعني 8 bits فال8 bits هي 8 bytes فهذا هو الستركتشر العام زي ما حكينا في data in في data out في مجموعة من الinputs to specify the address of the location وفي عندنا control inputs to specify what type of operation to be performed whether it is read or write طبعا العدد حجم الinputs والoutputs هون يعني for this example انه عندي 16 فانا عندي log 16 4 فعندي 4 address lines وعندي 8 فالinputs 8 والoutputs هم كم برضو 8 بشكل عام زي ما حكينا هذا الجنرال بلوك دياجرام للميموري بشكل عام بيكون في عندي ميموري في لها كي ادريسز كي ادرس لاينز ام داتا انبوتس ام داتا اوتبوتس فلو بدي اكتبها بالنوتيشن المتعارف عليه فهي ام تايمز 2 تو ذا باور كي هذه اللي كتبتها قبل شوي هي كابيتال ام وهذه ان اللي كتبتها على previous slide ما بتهم المهم الفكرة ما بهم شو الأسماء الرموز بس المهم الفكرة إنه عدد locations هو 2 to the power k وعدد حجم data input والdata output هو الwidth تبع الميموري أوكي طيب الآن حكينا هذه جواها مجموعة من locations مزبوط طيب كيف شكلهم من جوا كيف ممكن أنا أبني ميموري كيف ممكن أبني ميموري؟ مرات الميموري يكون حجمها 1 كيلو بايت ممكن يكون حجمها ميجا ممكن حجمها جيجا كيف ببنوها الميموري؟ خلينا نشوف مثال كيف ممكن نبني ميموري صغيرة ومنها نكبر هاي الميموري بناء على الكونسبتس اللي تعلمناها throughout the course فأبسط ميموري ممكن أبنيها إنها تكون ميموري فيها لوكيشن واحد وحجم هذا اللوكيشن يكون 1 bit ما فيش غير location واحد 1 bit فالآن لو كانت عندي هذه الميموري موجودة
راح يكون في عندي one address line، راح يكون في عندي read، راح يكون في عندي write، راح يكون في عندي data in، راح يكون في عندي data out. فهذه الميموري سيلز اللي هي راح اسميها انا بت سيل بدي اصممها الان. once اني صممت هذه انا بقدر اني اسوي لها ريبليكيشن وابني الميموري الكبيره تبعتي بالحجم اللي بدي اياه. فلو جينا نطلع هون عندي اكزامبل كيف ابني هذه الميموري سيل او البي سي او بسميها الباينري سيل، اللي هو بكل بساطه جاب اس ار لاتش، وحين يعرف كيف بيشتغل الـ SR latch، وحكى بدي أصمم هذه الميموري سيل بحيث أنه في إلها input وفي إلها اللي هو data input، في إلها data output، وفي إلها one input عن طريقه بحدد هل الأوبريشن هي read أو write بدل two inputs. فهذا الإشي متداول في الـ digital systems، أنه عندي لما يكون في input بيأدي وظيفتين، وهون الوظيفتين إما read وإما write، ليش أحط two inputs؟ أحط one input، بحط لان انبوت وبصير يخدم الهدفين. فهون معنى هذه لما اكتب انا هيك read slash write bar، هاي شو معناها؟ انه اذا كان 1 معناها read، اذا كان 0 معناها ايش؟ write. بدل ما يكون في 2 inputs ممكن عادة ادمجهم بهذه الطريقة، 1 معناها الاوبريشن الاولى، 0 معناها الاوبريشن الاخرى. طيب الان شو ضاف بالاضافة للread والwrite والاوتبوت والانبوت؟ في عندي السلكت انبوت اللي هو فعليا الادرس الانبوت. هل انا عم بختار هذه الميموري سيل ولا لا؟ رح تحكي لي طب هو ما فيش غيرها، ماشي، بس انا عم بصممها على اعتبار اني رح اجيب منها كوبيز واشبكهم مع بعض، رح يصير في عندي اكثر من نسخه من هاي الميموري، فبدي احدد مين اللي اسوي لها اكتيفيشن، مين اللي اختارها، بناء على مين؟ بناء على الادرس. فهذا select input هو somehow related للأدرس زي ما راح نشوف. يعني أنا لما أعطي الميموري أدرس هي راح تسوي عملية من خلالها تحدد مين الميموري سيل اللي select. فالآن لو يجي أحلل هاي السيركت، مثلا لو كانت الأوبريشن اللي بدي أسويها هي read operation، يعني هذا الانبوت واحد read operation، شو معناها؟ أني بدي أخذ the stored value اللي موجودة هون اللي هي الـ Q وأطلعها برا الميموري. هل هذا فعليا اللي بيصير؟ لاحظ 1 هون معناها داخل 1، وانا عم بقرا من هاي الميموري سيل، فهون شو راح يكون داخل؟ 1 اند 1 اند كيو، شو راح يطلع هون؟ كيو، راح تطلع الكيو. طيب شو بصير على الجهه الثانيه؟ اذا كانت الريد 1 هون شو راح يطلع؟ 0، والزيرو داخله على الاند جيتس اللي هون، فشو راح يصير هون؟ 0 0 0 0 على اس ار لاتش، شو معناها؟ تخليها نفس الشيء، معناها انا ما راح اغير الستورد فاليو، انا فقط عم بسمح للستورد فاليو تمر وتطلع وين؟ وتطلع لبر. طيب لو انا عم بكتب على هاي الميموري سيل، عم بكتب على هاي الميموري سيل، معناها مسوي لها سيلكشن، يعني السيلكت لاين هي 1، الريد رايت انبوت هو 0 0 اند anything راح يطلع من هون ايش؟ 0. طيب شو راح يكون داخل هون؟ راح يكون داخل هون 1، وراح يكون هون 1 و1، مزبوط. طيب شو راح يدخل على الاس ار؟ لو جينا فرضنا هذا الانبوت اللي هو اكس، راح يدخل هون عندي اكس، وراح يدخل هون ايش؟ اكس بار. فاذا كانت الاكس 1 راح يكون داخل 1 0 على الاس ار لاتش اللي هي ايش؟ صفر. لو كانت الانبوت اللي هو سميته انا اكس 0 راح يكون داخل هون 01، وبالتالي هي ايش؟ ريسيت. لاحظ كيف بسهوله عم بحلل السيركت لاني بعرف كيف الاس ار بيشتغل. فاذا هذه الميموري سيل بكل بساطه بقدر احطها الان بصندوق، بقدر احطها بصندوق واصير اسوي منها كوبيز، اصير اسوي منها كوبيز، وهذا اللي سواه هو فعليا. صار عندي سيركت تقدر تخزن 1 بت، وهذا ال 1 بت بقدر اسوي عليه اما ريد واما رايت، وبقدر اختاره يعني اسوي انيبل لإله، اسمح انه اما الداتا تطلع من هون او الداتا تدخل لهون حسب اذا كانت الاوبريشن ريد او رايت. طيب الان السؤال، how can I use this block to build a bigger memory؟ كيف ممكن استخدم هذا البلوك حتى ابني ميموري اكبر؟ تخيل بديش اروح على السلايد اللي بعده مباشره، بدي اروح على ميموري صغيره، بدي اروح على ميموري
أصغر شوي، بدي أرسم بدي أكتب هذا. لو جيت حكيت لك بدي أسوي 2 times 1 memory، شو يعني 2 times 1 memory؟ يعني memory فيها 2 locations، وفيها اللوكيشن الواحد الويدث تبعه كم؟ 1 bit. راح تحكي لي معناها أنا لازم أخزن، يكون عندي قدرة أخزن 2 bits. أول bit هيو BC، راح أجيب cell من اللي سويتها، خلي يعني نسخة من اللي سويتها هون، وراح أجيب نسخة من اللي سويتها هون BC. تمام؟ هلا هدول التنتين بتشاركوا بشغلة اللي هي إيش هي؟ input الريد read write والرايت، مزبوط، لأنه أنا ممكن أكتب أو أقرأ على واحد منهم. طيب إيش كمان بتشاركوا؟ بتشاركوا بالداتا إن، لأنه الميموري ما في إلها الميموري غير input واحد للداتا، وهذا بيشترك بين كل الميموري locations. طب كيف بحدد وين تروح الداتا؟ عن طريق ال enable أو عن طريق ال select تبعها. فهذا داتا إن هو نفسه داتا ان، بديش ارسمهم بشكل، هذا داتا ان اللي هو نفسه اللي فوق. طيب وفي داتا اوت، مزبوط، الداتا اوت. طيب شو ضل؟ تعمل سيلكت لاي واحده، اعمل سيلكت لوحده منهم بناء على ايش؟ على بناء على ايش؟ كيف بحدد اللوكيشن اللي بدي اختار منه انا؟ الادرس تبعهم. من الادرس. طيب لو كان عندي 2 locations قديش حجم الادرس؟ 1 bit، راح يكون عندي A اللي هي 1 bit. هاي ال 1 bit بدي استخدمها اما اسوي selection لهذا، هذا هو select input، select input. كيف بقدر اختار او اسوي enable لواحد out of many things؟ شو اسم السيركت اللي بتسوي enable لواحد out of m things؟ ايوه يا دانيا، حكيتي صح. ديكودر. exactly ديكودر مش ماكس، لانه اما بدي اسوي enable لهاد او اسوي enable لهاد. طيب كم حجم الديكودر يا دانيا؟ 1 to 2 ديكودر. رح يكون عندي هون داخل هاي، وهون مثلا هذا الاوتبوت 0 من الديكودر، هذا الاوتبوت 1 من الديكودر. فلاحظ الان لما يكون الانبوت 0 A، الادرس 0، انا عم بسوي انيبل لهاد. وخلي في بالك رسمه السل كيف شكلها من جوا، كيف بسوي انيبل لهاد. لما ادخل A تساوي 1 انا عم بسوي انيبل للإشي للسل اللي موجوده تحت. اوكي، فإذا الداتا ان اللي فوق هو نفس الداتا ان اللي تحت. طب شو بالنسبه للداتا اوت؟ الميموري في لها داتا اوت 1، صح؟ شو في لها داتا اوت 1، هذا داتا اوت. طيب من وين بده يجي الداتا اوت؟ من وين بيجي اذا عم بقرا من الميموري؟ يا من الاول يا من الثاني. طيب شو يعني يا دانيا؟ اور جيت، هذه or get. لأنه إذا أنا مسوي enable للي فوق، فالداتا إذا عم بقرأ راح تمر وتطلع هون. إذا مسوي enable للي تحت، فأنا بكون الداتا راح تمر وين؟ من هون. فهذه memory صغيرة كتير، هي عبارة عن memory فيها two locations، كل location عبارة عن one bit، كل location عبارة عن one bit. تمام؟ شوف كيف نمطية الديزاين. مستحيل أقدر أصمم ميموري حجمها 1 كيلو، كل كيلو لوكيشنز، كل لوكيشن فيه 1 بايت all at once. بدي أبنيها بهيراريكال أبروتش، إنه أبنيها من إشي صغير بعدين أكبر أكبر أكبر، اللي هو البلوك ليفل ديزاين أو مودولر ديزاين بسم. أوكي، واضح الفكرة؟ طيب لو كانت الميموري 2 by 2 شو راح يكون؟ ما راح يكون شيء جديد، راح يكون كل لوكيشن 2 bits. راح يكون في عندي سيل هون وسيل هون، هذا اللي فوق اللوكيشن الاول، لوكيشن ثاني.
والسلكت هاي هي نفسها السلكت هاي، والسلكت هاي هي نفسها السلكت هاي. طبعا الداتا ال راح يكون في عندي 2 بيتس انبوت وراح يكون في عندي 2 بيتس اوتبوت، مضبوط؟ اما باخذ ال 2 بيتس اللي فوق او باخذ ال 2 بيتس اللي تحت، وهذا اللي موجود على النكست سلايد اللي هي ميموري اكبر شوي، بس عشان ما اصدمك انا هاي الميموري شو حجمها؟ لو حكيت لك what is the size of this memory، هذه الميموري فيها 4 locations 1 2 3 4، وكل location فيه 4 bits 1 2 3 4، فإذا هي 4 times 4 memory. It is 4 times 4 memory. 4 times 4 memory يعني بدها 2 address lines، هايهم موجودين عندي هون، دخلتهم على 2 to 4 decoder عشان أسوي enable إما لهدول الأربعة أو لهدول الأربعة أو لهدول الأربعة أو لهدول الأربعة. طيب لما أسوي enable لواحد من هدول شو ممكن أسوي؟ عمليات إما read وإما write، إما read وإما write. ولاحظ كيف الداتا inputs هم common والداتا outputs هم or لكل bit من البيتس. فمثلا هذا هو مثلا let's say the most significant bit من كل اللوكيشنز، فأنا باخذ واحد منه حسب مين اللي سلكتد. هذا هو البت اللي بعده من كل اللوكيشنز. لاحظ I am ordering corresponding bits من different locations، مظبوط؟ We are ordering different bits same corresponding bits from different locations. فهذه هي العملية. الآن 2 to 4 decoder حتى أختار زي ما حكينا أسوي select، هذا هو select input. اوكي فصار عندي ميموري حجمها 4x4، بقدر احطها بصندوق وتصير هي الميموري الجديده تبعتي اللي ابني منها ميموري ميموريز اكبر. فعشان هيك شو بيسووا؟ بما انه ممكن استخدمها لبناء ميموري اكبر بكون في عاده ميموري انيبل، واللي هي فعليا الانيبل تبع الديكودر، لانه اذا كان هذا الانبوت زيرو معناها مين الديكودر او مين اللوكيشن اللي سلكتد؟ ولا واحد. المفروض ولا واحد. المفروض ولا واحد. تمام؟ لأنه يكون disable. أوكي؟ طيب. لأن صارت الفكرة نوعاً ما واضحة. من memory cell واحدة بقدر أبني memories أكبر فأكبر فأكبر فأكبر. فمثلاً هون بحكي لي build a 4K times 16 memory out of 1K times 8 memory rams. يعني انا شو معي؟ بحكي لي معك صندوق فيه 1k times 8 memories ICs جهزات، كل واحدة عبارة عن 1k times 8. شو يعني 1k؟ يعني 1024 times 8 memory فيها 1024 location، كل location فيه كم؟ فيه 8 bits. هل بقدر استخدمها حتى ابني 4K times 16؟ شو يعني 4K؟ 4K يعني 4 في 1024، يعني عندي 4096 location، مظبوط؟ إشي زي هيك 4096 location. كيف ممكن أبنيها؟ حط انه اربع منهم تحت بعض عشان يصيروا اربع انه 4K locations، بعدين بدك تحط كمان زيهم على يمينهم او شمالهم على اساس يصفي في 16 bits، مظبوط؟ فلما احطهم زي هيك شو صار معي؟ صار معي انه الويدث هون قديش صار؟ 16 bits. طيب اذا كل واحده من هدول 1K او 1024 and so on، فإذا صار في عندي 4K times 16. فأنا هيك بكون عرفت كم بلوك صغير بحتاج حتى أبني الميموري الكبير، تمام؟ لكن السؤال كيف أشبكهم؟ شو الفكرة الآن؟ هدول كل البلوكس بدهم يتشاركوا بأدرس لاينز وبداتا لاينز input وبداتا لاينز output وبريد ورايت، صح ولا لا؟ read ورايت كلهم مشبوكين على نفس الادرس، صح؟ كلهم بدهم يكونوا مشبوكين على نفس الادرس.
حتى أسوي إنابل لوحدة منهم. هل ديكودر؟ أكيد بدنا ديكودر، بس الديكودر بدي يسوي إنابل لتنتين موجودين بنفس السطر، لأنه اللوكيشن الواحد بدي يكون 16 بيتس مش 8 بيتس. فإذا جبنا أربعة زي ما حكى أنطون، حطيناهم فوق بعض حتى يصير عددهم 1024، جبنا كمان أربعة، هدول راح يخزنوا البيتس من دي 0 إلى دي 7 اللي هم اللور 8 بيتس. هيك شو صار عندي 4K times 8، بس أنا بدي 4K times 16، فبدي أزيد الودف، فراح أجيب كمان أربعة جنبهم، صار عندي من دي 10 لدي 15، هدول بخزنوا الأبر بايت من الداتا تبعتي. فلاحظ هدول كل واحد فيهم لوكيشن مخزن، هم فيزيكلي منفصلين عن بعض كفيزيكال هاردوير، لكن الفاليو اللي موجودة هون مع الفاليو الموجودة هون بتمثل 1 فاليو اللي هي حجمها كم؟ 16 بت. طيب أنا لما أبعت أدرس لهاي الميموري المفروض الآن أختار إما أسوي إنابل لهذا السطر أو أسوي إنابل لهذا السطر أو لهذا السطر أو هذا السطر، إما هدول التو بلوكس أو هدول التو بلوكس أو هدول التو بلوكس أو هدول التو بلوكس. طيب كيف بدي أسوي هاي العملية؟ كم بت بحتاج حتى أسوي إنابل لواحد من أربع أسطر؟ اثنين. طيب من وين أجيبهم هدول التو بتس؟ أكيد من الأدرس، لأن إذا جيت أنا لاحظ الميموريز هون مفصولة عن، يعني البلوكس مفصولة عن بعضها، بس لوجيكلي أنا في عندي أدرس هون وأدرس هون وأدرس هون، فلو بلشت مثلا من أدرس هون صفر، هذا رح يكون هون 1023، طيب اللي بعده 1024 1025 لغاية ما أوصل لأربعة آلاف وخمسة وتسعين. فإذا لوجيكلي هم one unit، يعني أنا بطلع لهم كانوا one unit بس فيزيكلي هم منفصلات. فالآن كيف بدي أسوي هاي العملية؟ كيف بدي أجزئ الأدرس سبيس هذا أو الأدرس رينج؟ كيف بدي أجزئه لأربع مجموعات؟ بدي two bits، رح أخذهم من الأدرس، فرح أروح أجيب أنا decoder، رح أخذ البيتس من A0 لA9. هلا أنا كم إذا كانت هي 4K، how many bits بدي بالأدرس رح يكون في عندي؟ رح يكون في عندي 12 بت، صح ولا لا؟ لأنه لوج الـ4K هي 2 to the power قديش؟ 12 2 to the power 12. فرح أخذ الأبر 2 bits اللي هم A11 وA10 حتى أختار، حتى أسوي enable لوحدة من هدول. طيب وباقي البيتس تبعت الادرس اللي هم العشرة بيتس بختار واحد من الموجودين هون. شوف كيف هذه العمليه بسموها ادرس ديكودينج، ادرس ديكودينج، انه شوف كيف الابر تو بيتس استخدمتهم لانه انا عندي الرينج، اذا باخذهم ك1 يونت الرينج من 0 ل 4095، بس هو مجزأ لاربع اقسام، فكيف بدي اسوي هاي العمليه فيزيكلي مجزأ لأربعة يونتس؟ أكيد سوي العملية، جبت 2 بيتس اللي موجودين هون اللي هم الأبر 2 بيتس، وحكيت إذا كان 0-0 معناها أنا لساتني في الرينج اللي هون، إذا كان 0-1 معناها أنا الرينج اللي هون، وهكذا. طبعا مش اعتباطاً الموضوع، لأنك أنت لو تحط الأرقام على شكل 12 بيتس من 0-0-0-0 ل 1-1-1-1-1-1 رح تلاحظ إنه الفيرست 1K، الفيرست 1K بيكونوا الأبر 2 بيتس زيروز، الK اللي بعدها اللي هي هاي بيكونوا 0-1، الK اللي بعدها بيكونوا 1-0، وهكذا. تمام؟ زي كأني جزأت الأدرس رينج إلى أربع أقسام. طب كيف بقدر أجزئه إلى أربع أقسام؟ تذكروا كيف كنا نجزئ التروث تيبل؟ نستخدم الموست سيجنيفيكانت بيتس. طب كم بت بحتاج كموست سيجنيفيكانت؟ بدي اثنين حتى اجزئه لاربع اقسام. يعني لو تسوي ليستنج لكل الفاليوز هون رح تلاقي ان اذا تستخدم A10 وA11 تقدر تقسم الرينج الى اربع اقسام. بدخله على ديكودر وبدخله على الميموري انيبل اللي هون، بدخله على الميموري انيبل اللي هون. تمام؟ طبعا هون للتبسيط هو مش حاطط الداتا ان والداتا اوت، بس هي امبلايد، يعني اكيد هاي الداتا ان هاي مشتركه بينهم كلهم، مش حاطط الريد والرايت، بس اكيد الريد والرايت موجود للتبسيط الرسم بس، واكيد هون في اور جيتس
مظبوط، حتى اخذ الداتا اللي بتطلع من هدول ال16 او من هدول ال16 او من هدول ال16 او من هدول ال16. تمام، ففي هون اور جيت، هدول 16 بت 16 انسو. تمام دكتور. انا فهمت ال A10 وال A11 تاع الادرس، بس انه السلكت بس ال A0 و A9 كيف بتوزعوا؟ بتوزعوا لاحظي هم مشبوكين على نفس، مشتركين بين كل اليونتس، لانه تخيلي انا بدي الادرس مثلا ك 12 بت، الادرس 01 00000000001 كم وحده صاروا 4 5، وهدول 5. هذا ادرس، لو قلت لك هذا الادرس دخل على الميموري اللي هو هدول البتس، من وين راح اقرا؟ راح تحكي لي 01 معناها راح اسوي انيبل لهذا هدول التو بلوكس. طيب من اي لوكيشن بدك تقرا؟ كل واحد من هدول فيه 1K، يعني بدي 10 بت عشان اختار واحد من اللوكيشن، صح؟ فهون في جوا ديكودر صغير، او بلاش صغير، ديكودر ضخم حجمه 10 to 1024، حجمه 10 to 1024، بيسوي انيبل لواحد من اللوكيشنز اللي موجودين هون. اوكي، وضحت. تمام، شكرا. فاذا زي كان سويت الانيبل على تو ليفلز. يس. اوكي، انت كمبيوتر انجينيرينج صح؟ لا، هندسه اتصالات. والله اتصالات، يلا احسن لك. الكمبيوتر انجينيرينج راح يشوفوا هاي الموضوع بالمايكرو بروسيسورز كورس، اللي هو موضوع الادرس ديكودينج والميموري ديكودينج، وكيف فعليا يسوي هاي العمليات ب يعني مستويات يعني اكثر من هيك. بس احنا هون عم نحكي الفكره ببساطه، الهدف انه نشوف كيف مثلا بعض الاشياء اللي كنا نحكي عنها زمان بينت معنا، زي الديكودر. شوف كيف ديكودر، بعض الكونسبتس اللي كنا نستخدمها اللي هو البلوك ليفل ديزاين، انه انا اصمم شيء صغير بعدين اكبره وانا حاطط في بالي انه هذا الشيء بدي استخدمه حتى ابني شيء اكبر، فلازم لما اصممه هذا الشيء الصغير اصممه بحيث يكون انترفيسبل، ممكن اشبكه مع بلوكس مماثله حتى ابني الشيء الاكبر. اول مثال، how many ICs are needed to build 16 ميجا times 32 out of 2 ميجابايت times 8 ميموري ICs؟ يعني نفس المبدا اللي قبل شوي، بس ايش يعني ميجا؟ تذكرين شو يعني ميجا؟ 2 قوة 20. يعني كم عدد الادرس لاينز؟ 20. مظبوط، عدد الادرس لاينز 20، بس بدي ابنيها من 2 ميجا بايت تايمز 8. طيب في مشكله زي ما سوينا بشوي، خلينا نطلع على الويدث. الويدث هون 8 بينما هون 32، فكم وحده بدي بالسطر؟ 4. بدي 4، مظبوط. طيب كم حجمها كلوكيشنز، كعدد لوكيشنز؟ 16 ميجا، بينما اللي معي 2 ميجا، فكم وحده راح يكون في هون؟ 8. 8. هدول قديش صاروا يا شادي؟ وهكذا. تمام؟ وبتصير عملية الديكودينج بنفس الطريقة، فالنمبر اوف اي سيز بدي اياهم 8 × 4، 32 اي سي، بدي 32 انتجريتد سيركتس، البلوكس الصغيرة هون. إذا طب لو جيت سألت أنا، هايهم هيك الشكل العام تبعهم، شو حجم الديكودر اللي راح أحتاجه؟ أنا لاحظ حكينا الأدرس، كم عدد الأدرس لاينز؟ 20، يعني من A 19 A 18 لغاية A 0، مظبوط؟ 20 أدرس لاين. طيب كيف ممكن أسوي ديكودينج هون؟ كم حجم الديكودر؟ شو لازم أدخل على الديكودر؟ كم سطر في عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني بدي اختار سطر من 8، بدي اسوي انيبل لواحد من 8، فراح يكون في عندي 3 to 8 decoder. 1 2 3 4 5 6 7 3 to 8 decoder، بدي 3 to 8 decoder. طيب شو بده يدخل على 3 to 8 decoder؟ A19 و18 و17 A17، بالضبط، لانه زي كاني بدي اقسم الادرس رينج كله الى 8 اقسام. كم بت بدي حتى اقسمه؟ 3 بتس، اللي هم الابر
3 bits A18 و A17 و A19. طيب وباقي الادرس لاينز ارميهم؟ لا لا استخدمهم حتى اختار لوكيشن ضمن المجموعة الواحدة. مظبوط؟ اختار لوكيشن ضمن المجموعة الواحدة. هذا الموضوع ما راح احكي عنه، الكوينسيدنت ديكودينج، يعني مش كتير مهتم بهذا الموضوع. اذا انت مهتم اقرا عنه، هاي الصوره من الكتاب. وفعليا الميموري الكبيره بتتصمم بهاي الطريقه، الميموريز الكبيره تعتمد على الكوينسيدنت ديكودينج، لانه عمليه الديكودينج اذا بترجع يعني بتطلع على حجم الديكودرز اللي ممكن تحتاجها، مثلا ب 1 كي ميموري بدك ديكودر 10 to 1024 ديكودر، which is very very huge. فعشان هيك بيسوى عملية الديكودينج على مرحلتين أو بجزئوها، بيستخدموا ديكودر للأسطر، ديكودر للأعمدة، حتى يقللوا من حجم الديكودر. هاي العملية بسموها coincident decoding. اقرأ عنها إذا أنت مهتم فيها. تمام؟ فهذه لمحة سريعة عن الرام بشكل عام، كيف شكلها من جوا، كيف ممكن أبني رام سيل، كيف ممكن استخدم هاي الرام سيل حتى ابني ميموريز اكبر. يعني النوع الاخر من الميموري اللي بدنا نحكي عنه هو الريد اونلي وليس الريم اونلي. ريد اونلي تايب، وهذا ريد اونلي ميموري او يسميها الروم. بعض الناس سمعوا في الروم، الناس اللي لها على الكمبيوتر بيعرف روم. شو يعني روم؟ روم ببساطه من اسمها ريد اونلي. طب اذا هي ريد اونلي شو معناها؟ يو كانت رايت to this memory, you cannot change the stored value. فعادة هذه من الميموريز اللي تستخدم حتى تخزن الداتا permanently. إذا في عندك داتا وهي الداتا ما بتتغير، هاي الداتا ما بتتغير، فأنت بدك هاي الداتا تخزنها وبدك تحافظ عليها للأبد، فبتستخدم read only memory أو اختصارا بسموها الروم. طبعا هذا الشكل الأولي اللي كان لل read only memory، إنه بدنا مكان storage device بقدر نخزن فيه داتا بشكل permanent، بشكل non-volatile. هذا النوع من الميموري هو non-volatile، يعني حتى لو فصلت الكهرباء عن الروم ما بتخسر الداتا، زي مثلا، أو بلاش مثلا نحكيها بعدين، non-volatile، بالتالي فهي permanent storage. مبدأها كبلوك دايجرام نفس المبدا، هي فيها مجموعه من اللوكيشنز عددهم 2 to the power k لوكيشنز، فبالتالي في k address lines وفي داتا اوتبوت فقط. لاحظ في داتا اوتبوت، ما في داتا انبوت. فالداتا مخزنه جوا cannot be changed. Once you store the data you cannot change it. طيب السؤال اللي ممكن نطرحه، كيف اخزن عليها الداتا يعني initially، كيف احط عليها الداتا، كيف بيتم تخزين الداتا عليها؟ عاده هذا الكلام زمان يعني كان يتم في المصانع، يعني تيجي تحكي له انا بدي ميموري روم مخزن فيها المعلومات التاليه، حجمها كذا تايمز كذا، ومخزن عليها المعلومات التاليه، فبصنع لك اياها، بتكون مبرمجه الميموري مخزن عليها المعلومات اللي انت طلبتها. تمام؟ هلا ليتر بطلت العمليه تصير بس بالمصانع، صارت العملية إنك أنت بتقدر تشتري جهاز تشبكه على الكمبيوتر تبعك، تجيب هذه الروم اللي هي تكون فاضية مبدئياً، بتحطها على هذا الجهاز، بتدخل على السوفتوير الخاص بهذا الجهاز الداتا اللي بدك تخزنها، بتكبس إنتر، تتبرمج الميموري، نسميها programming للميموري، تتبرمج الميموري يعني بتتخزن فيها الداتا المطلوبة. But once you do that you cannot change the data. If you want to change the data لازم ترمي هاي الاي سي وتجيب واحده جديده وتبرمجها من اول وجديد. فمن هون الفكره انها read only memory. You can program once, you can store data once, but you can read as many times as you want. فهذا ابسط اشكال الروم. تمام؟ It can be written once, but it can be read as many times as you want. Theoretically, infinite number of times. ليش بحتاج هذا الاشي؟ لانه في معلومات عاده بحتاج ان اضلها ثابته، ومن باب يعني الاحتياط ما بدي حدا يغيرها، فبالكمبيوتر تبعنا في البايوس، في شيء بس بيحكي لك اسمه بي اي او اس،
البايوس هي بالزمانات كانت يعني أو حتى الآن هي عبارة عن روم نوعا ما. You cannot change. هلا حاليا تقدر تغير في البايوس بعض السيتينجز اللي لها علاقة بالكمبيوتر تبعك، لأنه يعني بطل الموضوع روم بس صار programmable ROM زي ما راح نشوف كمان شوي. هون بس شغلة بسيطة، نوتيشن بسيط، يعني إحنا إذا بدي أسوي مثلاً OR بين هذا الانبوت وهذا الانبوت وهذا الانبوت وهذا الانبوت، هيك بنرسمها، هيك متعودين نرسمها. لكن كنوتيشن رح نحتاجه كمان شوي، اللي هو بالبروغرامة باللوجيك عادة برسموها زي هيك، برسموا one line حتى يقللوا من حجم الرسمة، لكن فعلياً هي OR gate بالشكل اللي إحنا شايفينه قدامنا، وبحطوا إكسات محل الانبوت اللي بده يشبك، أو الوايرز الانبوت اللي بدي أشبك عليهم الOR gate. فعلياً هاد هو X هاد X هاد X هاد. هي شغلة بس notation. This is kind of notation اللي هو بسموه Array Logic Symbol أو Programmable Logic Symbol. هذا الشيء المتعودين عليه، هذا مقبول في الـ Array Logic Convention. لأن إيش في جواها هاي الروم؟ كيف شكلها هاي الروم؟ بكل بساطة هو الشكل اللي بنعرفه. بكل بساطة تخيل هذه الروم هي عبارة عن 8x4. إيش يعني 8x4؟ يعني 8 locations في 4 bits. وين هم 8 locations؟ هاي location، هاي location 0، location 1 2 3 4 5 6 7. طيب كيف ممكن أختار location من 8؟ بدي 3 to 8 decoder، مضبوط؟ هاي قدام 3 to 8 decoder. طيب كيف ممكن أقرأ من واحد من هدول اللوكيشنز؟ بدي OR gate، صح ولا لا؟ بدي OR gate. طيب كيف أبرمجها هاي الميموري؟ أنا عادة شو بجي بحكي؟ إذا ببعت لك الأدرس صفر مثلا، بدي تطلع عندي الفاليو 1011 مثلا، بدي أخزن هذه الفاليو هون في هاي الميموري. كيف بدي اخزنها؟ لاحظ هذول هم الاوتبوتس اللي هم الاربع بتس، فانا بدي يطلع هون 1011. كيف ممكن يطلع 1 عندي هون اذا دخلت 0؟ يعني دخلت هون 00، شو راح يكون في عندي هون؟ راح يصير هذا 1، هذا الاوتبوت راح يصير 1، فراح احط اكس هون. شو معناها؟ إذا اخترت 00 راح يكون هون الاوتبوت 1، راح اسوي 1 اور وات ايفر راح يطلع عندي وات ايفر. طيب بدي يطلع 0 لما ادخل 0، فما راح احط شيء هون. 1 راح احط اكس هون، راح احط اكس هون. دائما حاول تخيل هاي الاور جيت، هي في لها 8 انبوتس، في لها ايش؟ 8 انبوتس. فأنا زي كأني عم بسوي implementation لأربعة functions F3, F2, F1 و F0 باستخدام مين؟ decoder، صح ولا لا؟ هاي الرسمة شايفينها قبل هيك. فأنا زي كأني بجيب تيبل كبيرة، بحكي إذا دخلت 0 دخلت 1 دخلت 2 3 4 5 6 7 هدول الأدرسز، وهي الميموري كونتنت اللي هو F3 F2 F1 F0. بصير أحط والله هون بدي 1 0 0 1 1، بدي 0001 1001 and so on. فزي كأني شو عم بسوي؟ عم بسوي implementation لأربعة functions باستخدام decoder و OR gate بكل بساطة. فعملية الشبك هون هي عملية programming أو عملية storing الداتا اللي بتتم عند تصنيع هذه الـ IC أو عند عملية برمجتها. اوكي، فوانس انك سويت البرمجه هاي الكونكشن كانت بي ريموفد، بقدرش اشيل هاي الكونكشن، تمام؟ فهون مثلا سوى عمليه بروجرامينج لهي الميموري، وهذه الداتا اللي بدي اخزنها هي موجوده هون. شو هي الداتا راح تكون؟ هذا اللوكيشن رقم 0 شو مخزن فيه؟ 0 000. هذا اللوكيشن شو مخزن فيه؟ 1101. وهكذا. فأنا هنا بحاول أشوف شو اللي مبرمج في الميموري، شو اللي مخزن في الميموري. فزي ما حكيت أنا فعليا ما في شيء جديد،
برمجة الروم داخليا هي زي كأني عم ببرمج أو عم بسوي implementation لا n functions ل n functions باستخدام decoder و or gate. أوكي هلا في types of roms يعني حكينا أبسط الأشكال والشكل الأولي للروم كان اللي هو الروم اللي عم نحكي عنها اللي هي الماسك بروجرام دروم اللي هي بتتبرمج during manufacturing خلال عملية التصنيع بتحكي له بدي أخزن هاي الداتا لما يصنع لك بالحجم لما يصنع الروم بيبرمج لك إياها حسب الحجم اللي أنت طلبته والداتا اللي أنت طلبت تخزنها لكن once إنها programmed I cannot reprogram it بدي أخزن أو أعدل بالداتا المخزنة لازم أصنعها من أول جديد. Programmable Read Only Memory هي another flavor الجيل اللي بعدها إجا Programmable Read Only Memory اللي هي اللي حكيت عنها أنا اللي هي بتقدر تبرمجها أنت في الفيلد يعني بالبيت بالمصنع بالمختبر بتشتري الاي سي فاضية بتجيب الكت اللي بتبرمج عليها بتشبكها على الجهاز بتحط الاي سي بتحط بتبرمج بتكبس سكبس الزر على الكمبيوتر تنزل الداتا اللي أنت طلبتها بتتخزن على الاي سي but again once you do that you cannot reprogram it فهذا بيسموها PROM حتى يميزوها انه انت فعليا بتبرمجها مش بالضروره خلال عمليه التصنيع مش بالضروره خلال عمليه التصنيع later فهم بيصنعوا الاي سي بس هاي الاي سي you can program it in field جوا الفيلد بالبيت بالشركه بالجامعه الفيرجن اللي اجت بعد هيك اللي هي الايريزابل بروجرامبل read only memory اللي هي اختصارا الايبروم الايبروم يعني صارت العمليه مكلفه كل ما بدي انا اغير من الداتا المخزنه بدي اغير الاي سي لا تغيرت التكنولوجي وصارت التكنولوجي تسمح انه انا اسوي ايريزنج للداتا المخزنه وتحديدا عمليه الايريزنج في هذا الجيل من الروم بتتم عن طريق تعريض الاي سي الى الترا فايوليت لايت لما تروح تدور اليوم عليها اكتب على الجوجل erasable programmable read only memory image بس اكتب image صورة ورجيني كيف صورتها انا بصراحة قصرت كان لازم احط صورتها رح تلاقي انه في IC بعطيك صورة IC مثلا وبيكون في هون شباك ازاز فتحة ازاز على الIC شو وظيفة هاي الفتحة تستخدم حتى اسوي erase للميموري استخدام ايش اني احط هاي الاي سي تحت الالترا فايوليت لايت بصير ايريزنج للداتا وبالتالي بقدر ابرمج نفس الاي سي بدون ما اني ارميها طبعا هاي العمليه برضو مش سهله لكن في وقتها ما كانش في طريقه اخرى اني يكون عندي ميموري روم بيرمننت او بروجرامبل وايريزابل بنفس الوقت لكن بعد هيك التكنولوجيا تطورت وصارت عمليه الايريزر تبعت الداتا تم electrically فعشان هيك في عندنا نوع اسمه electrically erasable programmable read only memory اللي هي الدبل اي بروم الدبل اي بروم هاي المصطلحات رح تمر عليك later في اماكن مختلفه شو بتختلف هاي عن هاي الفكره بآلية الايريزنج بالنوع اللي الاخير ايريزنج الداتا الموجوده على الميموري فقط بتم عن طريق الكهرباء ما في داعي تجيب الترا فايوليت لايت يعني انت وشابك الاي سي على البروجرامينج كيت تبعت هاي الاي سي تقدر على الكمبيوتر تبعك تحكي اريز ميموري فايت ويل بي اريز الكتريكلي بدون ما اعرضها للالترا فايوليت لايت فهذه الاجيال المختلفه من الرومز الاشي اللي بيجمعهم انه الداتا لما تتخزن على هاي الأنواع المختلفة من الرومز راح تظلها موجودة حتى لو طفيت الكهرباء لأنها non-volatile الرومز لكن الاختلافات بينها هل هاي الأجيال المختلفة أو الأنواع المختلفة ممكن أبرمجها بالبيت ممكن أبرمجها بالمصنع هل ممكن أسوي لها erasing طب وكيف أسوي لها erasing هل بالultraviolet light أو بالelectricity تمام هلا ضايل شوية شغلات بس ما راح ادخل في تفصيلاتها الفور سلايدز اللي ضايلين فعليا بيحكوا عن موضوع اللي هم البروجرامبل لوجيك ديفايسز بي ال ديز بس بدي احكي عن الفكره عشان لما تروح على اللاب تتذكرني
يعني شفنا كيف الروم بقدر أبرمجها أنا فعلياً صح؟ بقدر أبرمجها حتى تخزن داتا. والروم هذه بقدر أجيبها فعلياً حتى أستخدمها حتى أبني logic function صح ولا لا؟ يعني كيف بنيت الروم أنا؟ جبت decoder وor gate وحكيتها قبل شوي إنه أنا زي كأني فعلياً قاعد بسوي implementation للogic functions مختلفة باستخدام decoder وor gate. فأنا بقدر أروح أجيب روم مثلاً double EEPROM وأبرمجها حتى إنها إيش تصير تمثل logic functions. ببساطة أنا بسوي بدي المين تيرمز تبعت هذه اللوجيك فانكشن. هذا بسموه بروجرامبل ديفايس، يعني الروم هي بروجرامبل ديفايس. طبعا في اشكال مختلفه منها، بديش امر على هاي التفاصيل، بس في اشكال مختلفه منها. في البي روم اللي شفناها، البال والبي ال اي، ما بدي ادخل بالتفاصيل، بس الفكره البال والبي ال اي ببساطه هي عباره عن اي سيز بقدر أجيبها وأبرمجها to implement logic functions. بس بدي الـ truth table تبعت الـ logic functions في حالة الروم، أو لازم أبسط الـ logic function في حالة الـ PAL. ما راح أدخل بالتفصيلات هاي. إيش مش راضي يكتب؟ على يعني مش مشكلة، بكتب بأصبعي. في البال والبي ال اي حتى اسوي امبلمنتيشن، حتى ابرمجهم، حتى تو امبلمنت لوجيك فانكشنز، بحتاج ابسط الفانكشن على شكل سم اوف برودكت او برودكت اوف سم. بينما في حاله استخدام البي روم زي ما شفنا، انا كل اللي بحتاجه اما المين تيرمز او الماكس تيرمز تبعت الفانكشن. اوكي، فالفكره بروجرامبل لوجيك ديفايسز يعني ديفايسز that can be programmed to implement logic functions. أشكال وألوان مختلفة. يعني إذا بتروح على next slides، هذا شكل البال، مثال على بال بحجم معين. بتلاقي في عندك AND level، هيو AND level followed by OR level. الآن مين اللي programmable؟ اللي programmable ال AND level. فبقدر أنا أبرمج مين ال inputs تبعت ال AND gates هون حتى أسوي implementation لأي function بدي إياه. فهذا يسموه programmable AND level followed by fixed OR level. ال PLA العكس، أو ال PLA عفوا، it is the most flexible. ما بهمني التفاصيل يعني، أنا بس بهمني تعرف الفكرة. هو بطيء شوي بس عم بوجهك كيف عم ببرمج الفانكشنز المختلفة اللي هم ال W وال X وال Y وال Z. بس ببساطة إنه بسوي connection. ال PLA هي AND level followed by OR level و both levels are programmable. يعني بقدر أبرمج ال AND شو بيدخل على ال AND، بقدر أبرمج شو بيدخل على ال OR، بقدر أبرمج شو بيدخل على ال OR. بينما ال ROM إذا بتذكروا ال ROM هي decoder followed by OR gates. شو كنت أبرمج؟ كنت أبرمج ال OR level اللي هو اللي بيدخل على ال OR. هذا الكلام موجود على السلايد اللي كان فيه قبل شوي، انه الروم هي fixed AND level followed by programmable OR level، البال هي programmable AND followed by fixed OR، والPLA هي most flexible فيها programmable AND followed by programmable OR. لان ليش حبيت احكي عن هذا الموضوع؟ انت في اللاب راح تستخدم شيء لسه احلى واحلى، راح تستخدم شيء اسمه FPGA لما تاخذ اللاب، اللي هي Field Programmable Gate Arrays. Field Programmable Gate Arrays this is يعني لها يعني حسب الشركات في اشياء احجام واشكال وفيتشرز مختلفه. عباره عن بورد، او ال FPGA هي عباره عن تشيب اي سي ذات كان بي بروجرامد، والبروجرامينج تبعها عندها قدرات مهولة. هذه الـ FPGA في جواتها عدد ضخم جداً AND gates، OR gates، NAND gates، إيش ما بدك، decoders، encoders، latches، إيش ما بدك تقدر تبني اللي بدك إياه. طبعاً لليميت معينة حسب قدرات هذه الـ FPGA. فهذه الـ FPGA هي الـ IC هذه اللي هون باللاب، راح ما راح تشوف الـ IC لحالها، راح تشوفها على بورد زي هيك، وعليه أشياء كتير. في عليه كيباد، عليه 7 segment displays، عليه LEDs، وعليه مثلاً interface USB interface، عليه interface للشاشة.
شو رح تسوي في اللاب؟ رح تبرمج هذه التشيب باستخدام الكمبيوتر. ما رح يعني رح تشوف كيف رح تصير تكتب كود برمجة لما تاخذ اللاب. فيريلوج تحديدا, فيريلوج بروغرامينج لانجويج, عبارة عن شيء بيسموه هاردوير ديسكريبتيف لانجويج, يعني لغة لوصف الهاردوير. فانت بتسوق اللي راح ياخذ اللاب راح يشوف انه بصير يوصف الهاردوير زي كانه بكتب برنامج سي نوعا ما او سي بلس بلس, بعدين بيكبس كبسه زر الكود اللي بكتبه بينزل على الاف بي جي اي اللي هون, وبصير يقدر يستخدم السويتشز الاضواء والكذا اليو اس بي ويبني الاشي اللي بده اياه. في ناس سوت مشاريع تخرج انها تحول هذا البورد لكمبيوتر كامل, سووا كمبيوتر كامل, صمموا سي بي يو كامله وميموري وحطوها على البورد وصار عندهم كمبيوتر كامل في مشروع تخرجهم باستخدام البروغرامينج لانجويج هذه اللي هو برضو تذكروني هاردوير ديسكريبتيف لانجويج اتش دي ال فيريلوج اللي هي هاردوير ديسكريبتيف لانجويج. تمام, ما بهمني كيف عم ببرمج هون البي ال اي والبال, بس حبيت احطك في الجو انا تبع البروغرامبل لوجيك اساس الناس اللي راح تاخذ اللاب يعني ما يكون الموضوع غريب عليها. اوكي, اني كويستشن؟ هذا اللي بدي احكيه من شابتر 7. بهمني تكون يعني عرفت شو يعني ميموري, شو يعني رام, شو يعني روم, شو يعني بروغرامبل لوجيك ديفايس, المبادئ الرئيسيه. تمام, اني كويستشن؟ طولنا عليكم شوي بس يلا عشان ما نجيبكم بكره. طيب, فهذا بيكون مطلوب من الكورس عادة, يعني هو شوي يصير زخم في الآخر الكورس بس مش صعب, يعني بده بس متابعة ودراسة. طيب, فعلاماتكم من 60 موجودة على الإيليرنينج. في ناس تواصلوا معي كان عندهم مشاكل, كان في أخطاء, كان في مراجعات, بس أنا كنت حاطط ديدلاين وانتهت ديدلاين, فمضطر اليوم أني أعلنهم على احطهم على الريجستريشن سيستم. فبليز حاول تتاكد انه التوتال, انسى التفاصيل, التوتال تبعك على الريجستريشن سيستم هو نفس التوتال على الاي ليرنينج. انا بني ادم وبغلط بالادخال, يعني بحاول ادقق كثير, بس بليز بس دقق هل التوتال هون هو التوتال هون, لانه التفاصيل مختلفه, لانه في راوندينج على الاكسل شيت, السيستم ما بيسوي راوندينج, يعني شغله فنيه. فانا بهمني التوتال, يعني ممكن تلاقي علامتك في الميد تيرم على الريجستريشن سيستم اعلى شوي من علامتك على الاكسل شيت, بس عشان اخلي التوتال زي بعض. فبس شوف التوتال من 60 هون هل هو نفسه التوتال من 60 هون. تمام, وراجعني يعني قبل بكره الصبح, بعت لي ايميل, بعت لي مسج, بعت لي واتفر, قول لي انا في لا التوتال في مس ماتش بين التوتال هون والتوتال اللي موجود عندي. اوكي, امتحاننا ب 15/8 تقريبا, بعد 10 ايام من اليوم الساعة 8:30. سو فار هو موجود في الجامعة, الامتحان راح يكون داخل الحرم الجامعي. بعثوا لكم امبارح ارشادات كيف تفوت وكيف تطلع ومش عارف ايش, فحاول ان نحاول انه نلتزم, ما بدنا نسوي مشاكل. دكتور, في قاعات محددة لنا احنا ولا حطيتهم على الاي ليرنينج؟ يس, لا ما في قاعات محددة لكل شخص, هم 5 أو 6 قاعات محطوطين على الاي ليرنينج, وعلى نظام التسجيل محطوطة القاعات. تمام, يعني لما تشوف التسجيل بتلاقي القاعات موجودة. الامتحان من شابتر 1 لشابتر 7, بس اكيد التركيز على 4 و5 و6 و7. طبعا 6 و7 يعني شفتوا ما فيها الاشي الاشي الكبير, التركيز على 4 و5 و6 وشوية من 7, يعني الأشياء اللي غطيناها. بس لا يعني هذا الكلام أنك ما بدك تكون متمكن من الأشياء اللي قبل, بالذات موضوع الكي مابس, موضوع المفاهيم المين تيرمز, الماكس تيرمز, and so on, sum of product, product of sum, تكتور عارف شو معناه, عارف شو يعني binary, عارف شو يعني أرقام, كيف تجمع, كيف تطلع. You need to go over the whole material. صعب أني أفصلهم عن بعض, بس أكيد ما رح يعني أسوي زي الميد, يعني يكون أسئلة very deep بالمادة اللي قبل الميد تيرم, بس ممكن تحتاج أشياء موجودة بإشي قبل الميد تيرم, ممكن يكون أسئلة بسيطة على الأشياء الموجودة قبل الميد تيرم, بس ما بسألك أشياء very deep في الموضوع. بس في مهارات زي ما حكينا أساسية لازم تكون متقنها حتى تقدر تمشي بالفاينل. الفاينل إذا ضلوا في الجامعة
most likely ما راح يكون ضع دائرة. يعني مع إنه it is very tight for me حتى أصلح، بس أنا حاب أشوفكم كيف بتحلوا. يعني بدي أشوف كيف بتفكروا كيف بتحلوا. ضع دائرة مرات بيكون ظالم لبعض الناس، مظبوط؟ فمع إنه يعني لازم أسلم العلامات يمكن تاني يوم ماكسيموم، يعني هاي التاني يوم وعندي 90 طالب بحدود 90 طالب، لكن عم بفكر إنه يعني يكون مقالي الامتحان هيك بحكوله، مظبوط؟ بدي أشوفك كيف عم تفكر صراحة. يعني أنا بشوف أحب أشوف الطالب كيف بفكر كيف بحلل السؤال كذا، وهي برضو فرصة إنه والله مش إنه تكون ضع دائرة عليها علامتين يقعد ساعة يحل الطالب بعدين يغلط بالاختيار أو يغلط له بكمبليمنت ولا يغلط له بكذا. فرصة لبارشال كريدت وفرصة إلي إنه أشوفك كيف بتفكر، تمام؟ هلأ خلال الأسبوع الجاي رح أحاول مثلاً أسوي أوفيس أور، يعني مع اقتراب نهاية الأسبوع الجاي، يعني بنقول الأربعاء إشي زي هيك، بحيث أنك تكون أنت نوعاً ما درست جمعت أسئلتك، بنسوي لنا أوفيس أور نلتقي ومنجاوب أسئلتكم. دكتور بس ممكن في سؤال عندي شو اسمه أسئلة تبعون تشابتر 5؟ طيب خلينا هلأ من يعني من جاوبك، بس في أسئلة خلينا نحكي logistic questions، أسئلة على إدارة المادة الموضع وضع الامتحانات كذا، امتحان ما في شيء. طيب